مرحبا. أهلين حبيبتي. مالي حبيبتك؟ شو؟ كيف مالك حبيبتي؟ مثل ما سمعت حبيبتي، شبك؟ عم قلك مالي حبيبتك. طيب شو صاير؟ لازم نترك بعض. انت اكيد جنيتي. لا ما جنيت، بالعكس هلأ صحيت. عن جد؟ ايه عن جد. طيب والوعود يا فادية؟ اي وعود؟ اي وعود؟ تتذكري وقت قلتيلي رح ضل معك للأبد وما في شي يفرقنا غير الموت؟ شبك ليش عم تبكي؟ ولا شي، انا لازم افكر. الو، بعد مرور 3 شهور فجأة دق التليفون. ألو، مساء الخير. مساء النور يا هلا. معي الأخ محمد؟ إيه نعم، معك محمد، تفضل. أخي محمد، أنا رفيقة لحبيبتك فادية. إيه شو بدك؟ اسمعني، أنا لازم أشوفك ضروري. انت وينك؟ انا بالبيت. تمام، خليك ببيتك، انا خلال ساعة رح اكون عندك. تمام. بعد مرور ساعة ونص دق الباب. رحت فتحت الباب، طلع لي الشاب اللي من شوي اتصل فيني، اعطاني رسالة ومكتوب ورا هي الرسالة اسم حبيبتي. اخذت الرسالة، فتحت الظرف ومكتوب بهي الرسالة: مرحبا حبيبي، حبيبي أنا فادية، بدي أقلك أنا ما خنتك ولا بحياتي فكرت خونك، بس صحتي هي اللي خانتني، عافيتي هي اللي خانتني، وأنا صح وعدتك وقلت لك ما في شي فرقنا غير الموت، وأنا وفيت بوعدي والموت هو اللي فرقنا. أنا مرضت يا محمد، مرضت مرض خطير كتير، وأنا تركتك مشان ما تشوفني وأنا عم بتعذب، وهي الرسالة اللي عم تقراها عم أكتب لك إياها وأنا على فرشة الموت. بدي منك طلب أخير، بدي منك كل ما تكون فاضي تجي وتزور قبري وتطمني عنك، لأنه اشتقت لك كتير. بحبك. الاسم فادية. وينك حبيبي تعالي، الشوق موتني، حرام تنسى حبيبي البيت.